لو سمحت اللي هو محمد ابو الخير اعمل جنبا سلاح، فضلوا استريحوا 5 دقايق بس لو سمحت. اتفضلوا. طابور خارجي جنبا سلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البدايه ان انا اوجه التحيه للاسر، اسر الطلبه واسر الخريجين، واهنيهم على تخرج ابنائهم. واشكرهم ايضا على ان هم يعني اعدوا ابنائهم ابنائهم وبناتهم عشان يبقى كلامنا دقيق يعني، وجهزوهم بشكل جيد جدا، وبعدين قدموهم هنا لبلدهم مصر عشان يشاركوا في حماية أمنها واستقرارها. فأنا بشكرهم وبهنيهم، وإن شاء الله نشوف أبنائهم دايما في أفضل الحالات. واسمحوا لي إن أنا أشكر الخريجين وطلبة الأكاديمية والقائمين على العملية التعليمية والتدريبية في الأكاديمية على الجهد وعلى الأداء المتميز اللي تمازت به الكلية خلال مش بس التخرج واحتفالات التخرج النهاردة، لكن الحقيقة أنا يعني بتجيلي فرصة أن أنا أجي مرات وبطمن على الكلية وعلى الأداء اللي موجود بشكل يعني بسيط خالص خالص، من غير ما نعمل يعني عشان أبقى مطمن أن الأمور ماشية بشكل كويس. والحقيقة كل مرة بنيجي بنطمن وبنسعد بالمستوى، ولسه في أفضل من كده، ولسه في جهد افضل من كده عشان يبقى دايما احنا زي ما انتوا قلتم في شعاركم العلم والاعداد لخريج او ضابط وضابطة شرطة قادر على انه يقوم بمهامه بشكل محترف وشكل علمي جيد باحدث اساليب العصر. انا يمكن مش هكلم كتير قوي، لكن انا بس عايز اقول ان زي ما اتقال كده اثناء كلمة السيد وزير الداخلية ان المنطقة والعالم بتمر بظروف صعبة جدا، وان احنا حرصنا في مصر ان احنا تبقى سياستنا سياسة متوازنة جدا في ظل هذا الاضطراب الخطير اللي موجود، واحنا حذرنا منه وقلنا ان استمراره ويعني هيؤدي الى عواقب خطيرة في منطقتنا ويمكن في العالم، وبالتالي محتاجين في بلدنا مصر ان احنا نبقى متفاهمين لده ونبقى متمسكين بثوابتنا، ثوابتنا ان احنا حريصين على ان احنا نكون بنمارس سياسه تتسم بالتوازن والاعتدال والموضوعيه. وده اللي احنا ماشيين عليه بقالنا سنين، والحقيقه احنا في ظل الظروف اللي موجوده يعني على حدودنا الغربية والجنوبية، ودلوقتي بقى لنا سنة تقريبا على حدودنا الشرقية، والتطورات اللي بتحدث وانتوا طبعا متابعين كل حاجة، هل ده يعني يجعل او يخلي شعب مصرنا ان هو يبقى شعب مصر قلق؟ بدون شك لازم نبقى قلقانين عشان التطورات اللي بتحدث خطيرة جدا وممكن تؤدي الى يعني توسع او اتساع رقعة الصراع في المنطقة بشكل يؤثر على الاستقرار في المنطقة. واحنا يعني بقالنا تقريبا قناة السويس تقريبا اكتر من 50-60% من دخلها احنا فقدناه، اكتر من 6 مليار دولار خلال ال7-8 شهور اللي فاتوا. مش عايز اطيل عليكم في النقطة ديت، لكن عايز اطمنكم ان احنا بخير والامور بفضل الله سبحانه وتعالى مستقرة، ومن من من يعني من جيد او من حسن لاحسن طول ما احنا في مصر، طول ما احنا في مصر ثابتين ومستقرين ومتحدين جميعا ايدينا في ايدين بعض، ومطمنين على ان احنا بندير امورنا بشكل يحفظ بلدنا ويحفظ المنطقه ما امكن ما امكن دون التورط في يعني في امور ممكن تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة وفي بلدنا. طول ما احنا كمصريين متماسكين
ومتحملين، هقولها بالطريقة دي متحملين. بس في نقطة أضيفها في الآخر خالص كده، أقول إن من فضلكم من فضلكم انتبهوا جدا، لأن طبعا في الفترة دي ويمكن خلال الشهور اللي فاتت حجم الكذب وحجم الإفك وحجم الافتراء وحجم الشائعات كان ضخم جدا جدا. ما هو انتبهوا ان انتوا اللي واقفين دلوقتي يا مصريين. مش عايز ازيد في الكلام كتير، لكن المفكرين والمثقفين والاعلام واضح المهمه بالنسبه له وواضح الخطر بالنسبه له. عمليه الكذب زي ما بقول كده والشائعات اللي بتطلق هنا وهنا واتهامات مش ليس لها والله اساس من الصح كلها. يعني هقول ايه بس، يعني بيقولوا كلام كتير مش مظبوط، وانا صريح معاكم وصادق معاكم دائما وهفضل كده طوال ممارستي للمهمه هنا. مره تانيه بهني الاسر وبهني الخريجين وبقول لهم خلي بالكم من نفسكم وتعاملوا مع أشقائكم وأبنائكم أبناء مصر بما يليق باللي انتوا تعلمتوه بالقيم ديت. لا شك أن التعامل يعني مع الرأي العام ومع الشعب ومع الناس بيبقى يعني له محاذيره يعني، ولكن صبركم واللي انتوا تعلمتوه في التعامل مهم قوي قوي أن هو يبقى في دائما قدام عينيكم عشان تبقى العلاقة القوية اللي انتوا بتجروا وتحاولوا ان انتم تعززوها مع شعب مصر لما اهلنا كلنا تستمر وتزيد. خلي بالكم من نفسكم وخلي بالكم من اسركم، وان شاء الله موفقين دائما وربنا يوفقكم. شكرا جزيلا. مش عارف لو قلت النصيحة دي خلي بالكم من حاجتين، وزنك والسجاير. حتى في الافلام كلها اللي بتيجي يجيب ضابط الشرطه السيجاره ببقه، خير يعني؟ هو ضابط الشرطه ما عرفش يفكر الا بالسيجاره ولا ايه؟ يا محمود خير خير، ايه الكلام دوت؟ لا 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 لا، السيجاره والوزن. ربنا يديك الصحه ويوفقكم ويحفظكم ان شاء الله. شكرا.